نجح المغرب في تنظيم العديد من المنتخبات الإفريقية العالمية. دعني أعود معك إلى ما يريده أو تريده الجماهير العربية. هل انضمام المغرب إلى البرتغال وأسبانيا يعني تبخر حلم تنظيم مونديال مغاربي؟ المغرب، الجزائر، وتونس، هذا ما كانت تحلم به ربما الجماهير العربية في هذه الدول. هل بات هذا الأمر ربما مستبعدا الآن؟ ربما المغرب اختار المستقبل والجغرافيا عوض الجغرافيا والتاريخ، وربما السلام عليكم الأصدقاء ديالي، ومرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وسلامة الأصدقاء ديالي. كيف ما شفت تقديم تاع هذا الفيديو، واحد الفيديو يستحق المشاهدة. سولوا واحد المحلل رياضي مغربي، سولوا مقدم البرنامج على كيفاش أن المغرب وصل لهذه الإنجازات في الأواخر ديال 10 سنوات، وهذا التقدم اللي كنشوفوه في الكرة المغربية الحديثة، وكيفاش ولا هذه الانجازات وتنظيم كاس افريقيا 2025 ولا قريب غادي تنظم في المغرب، وكيفاش هذه الانجازات و2030 غادي تنظم بين اسبانيا وبين البرتغال، وعلاش ان ما بغاوش ينظموا مع الجزائر مثلا وتونس، واخا الجمهور العربي كان تيحلم ان يتحقق هذا الحلم هذا. وكيفاش تقدر تنظموا انت مع دوله اللي تسد عليك مثلا الحدود، ودوله اللي باغا تقسم لك الصحراء المغربيه على الشمال ديال المغرب، و نوض هاد المشاكل وخسر 500 مليار دولار على البوليزاريو، ودير معاه انت تحالف كروي، ونخلي انايا المستقبل اللي هي اوروبا، وبيننا وبينهم راه 15 كيلومتر. تا راه داخلين فين، راه جوار تما، راه الجغرافيا جمعنا معاهم، وجمعنا معاهم حتى التاريخ، وجمعنا معاهم المستقبل. اما الجزائر وتونس بالاخص، الجزائر راه جمعنا معاهم غير الجغرافيا والتاريخ، حتى المستقبل راه ما جمعناش معاهم المستقبل. يعني راه كل ذكاء راه المغرب غادي يشوف المصلحه ديالو اللي هي اسبانيا والبرتغال، وراه جمعنا معاهم التاريخ، وجمعنا معاهم المستقبل، وجمعنا معاهم الجغرافيا. والمغرب راه غادي في الطريق الصحيح في التنظيم ديال 2030. وواحد الفيديو اخوتي جد رائع ويستحق المشاهده، خليكم تفرجوا فيه واسمعوا شنو قال المحلل، ونتلاقاو من بعد الفيديو. والسلام عليكم. عادل، مرحبا بك معنا. بدايه، ما فرص فوز هذا الملف الثلاثي والإضافة التي يمكن أن يقدمها المغرب بانضمامه إلى إسبانيا والبرتغال برأيك؟ مساء الخير بداية جمال، مساء الخير رولا، مساء الخير للمشاهدين. صحيح ما ذكرتم على أنه ترشيح كان ترشيحا ذكيا ومنطقيا، على اعتبار أنه لأول مرة سيتم الربط ما بين قارتين على مستوى التنظيم، القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، واعتبارا أيضا إلى أن المغرب يعتبر بوابة إفريقيا على المستوى الأوروبي، بحيث أنه لا تفصلنا عن إسبانيا سوى 14 كيلو، وبالتالي فالأمور اللوجستيكية والأمور أيضا المناخية كلها مواتية، وكلها ستكون مناسبة ومواتية لإجراء مونديال في فصل الصيف كما اعتدنا على ذلك. أكثر من ذلك، يمكن أن نعتبر على أن المغرب الآن جاهز، وفضاء ومناخه الرياضي ومحيطه الرياضي أيضا مناسب لاحتضان أو للترشيح لاحتضان مونديال كأس العالم 2030، على اعتبار أنه أولا نظم مجموعة من التظاهرات سواء كانت رياضية أو غير رياضية. وأنا أذكر هنا أن أيضا مؤتمر كوب 22 الذي نظمه المغرب بمدينة مراكش كان ناجحا بكل المقاييس، ويعني شاركت فيه تقريبا المنتظم الدولي، أيضا المونديالتو في ثلاث مناسبات، كأس إفريقيا للإناث، المناسبات أيضا الخاصة بالأندية. معنى ذلك، زيد على ذلك أنه حتى في الجائحة، جائحة كورونا، استقبل كل تقريبا مجموعة من المباريات الخاصة بالمنتخبات الإفريقية العالمية. دعني أعود معك إلى ما يريده أو تريده الجماهير العربية. هل انضمام المغرب إلى البرتغال وأسبانيا يعني تبخر حلم تنظيم مونديال مغاربي؟ المغرب، الجزائر، وتونس، هذا ما كانت تحلم به ربما الجماهير العربية في هذه الدول. هل بات هذا الأمر ربما مستبعدا الآن؟ ربما المغرب اختار المستقبل والجغرافيا عوض الجغرافيا والتاريخ، وربما
منطق الأشياء يقضي بذلك، على اعتبار أنه العاهل المغربي كان دائما ينادي بأن إفريقيا أو يعني القاعدة التي تقودنا في إفريقيا هي رابح رابح. والآن تنظيم المونديال على المستوى أو ترشح المغرب لتنظيم المونديال مع القارة الإفريقية هو ترشح لإفريقيا قاطبة، لأن حتى الرسالة الملكية بالأمس كانت واضحة وكانت يعني بالمعنى الواضح تقول أنه باسم 54 دولة إفريقية نترشح رفقة إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030. يعني معنى ذلك الآن الأشياء المنطقية والأشياء يعني الرياضية الواضحة يعني تقود المغرب إلى الانضمام والاستفاف بجانب البرتغال وإسبانيا من أجل تنظيم هذا المونديال، خاصة وأن المغرب جرب في 5 مرات سابقة، ولكن تعرف أن الكواليس السابقة هي التي حرمت المغرب من التنظيم. الآن تقريبا 54 دولة على المستوى الإفريقي، 55 دولة على المستوى الأوروبي، ضف على ذلك مجموعة من شركاء المغرب في الدول في الخليج ودول أخرى عبر العالم. أعتقد على أن هذا الترشيح سيكون له ما له، وسيكون طبيعة الحال ترشيحا يعني يعني ب يعني له أسهم صاعدة. نعم، تقول بأن المغرب يحظى بدعم قوي دوليا للانضمام في تنظيم هذه البطولة. أشكرك الأستاذ عادل بلمقدر. أكد رئيس الحكومتين الإسبانية والبرتغالية يوم الأربعاء أن ضم المغرب إلى ملف بلديهما المشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 يعزز حظوظهما بالفوز ويبعث برسالة وحدة بين أوروبا وإفريقيا. وجاء هذا بعد أن أعلن ملك المغرب محمد السادس الثلاثاء انضمام المغرب إلى ملف إسبانيا والبرتغال عام 2030، علما أن المغرب ترشح 5 مرات سابقا لاستضافة المونديال. أعتقد أن هذا العرض الذي قدمته شبه الجزيرة الأيبيرية والمغرب إيجابي للغاية، ويبعث رسالة مهمة للغاية إلى العالم بأسره، لا سيما إلى أوروبا وأفريقيا، لأنه يؤكد أننا قارتان متجاورتان، قارتان تريدان العمل معا. أعتقد أن هذه الشراكة تضع العرض المشترك بين إسبانيا والبرتغال في وضع أفضل من أجل الفوز بهذا السباق، وستكون مفيدة جدا للرسالة التي تحدث عنها رئيس الوزراء كوستا والتي أوافقه بشأنها عبر الحفاظ على علاقة وثيقة بين أوروبا وأفريقيا، بين 3 دول تتقاسم فيما بينها أشياء كثيرة. السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في قناتكم مرة ثانية. كنتمنى من هذا الفيديو أنه يكون الإعجاب ديالكم. ما تنساوش أخوتي تخلي لنا الآراء ديالكم في التعليق، واللي ما مشترش في القناة يشترك في القناة، ونتلاقاو فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.